من الأمور التي تعين المسلم، من الأمور التي تعين المسلم على الثبات في المعركة، في معركة الحق مع الباطل، معرفة الموقع الحقيقي للمعركة وماذا يخطط العدو، الاطلاع على ما يخطط العدو وما وإلى ماذا يهدف، وكيف يجب أن يتقي هذا أو أن يقاوم هذا المخطط الذي يرسمه العدو لمحاربة المسلم في عقيدته. فمن هذه الأمور يستطيع المرء المؤمن أن يعرف الحق، وهذه تنكشف من الوقائع الجارية، استقراء الحوادث الجارية هي التي تعين على معرفة موقع الأقدام وحقيقة المعركة ومن العدو وماذا يريد وكيف يجابه. العدو الأساسي في هذا الزمان إسرائيل، الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني العدو الأول في من زمن الرسالة وإلى اليوم، وهي التي من مصلحتها دحر المسلمين وتجزئتهم وإلقاء الفتن بهم ومشاغلتهم بأنفسهم، هي التي تخطط، لأنها تعلم بأن مع وجود قوة إسلامية متحركة واعية لا يمكن لهذا الكيان الغاصب أن يستمر، فهي تخطط، ولكنها أحقر من أن تقوم بهذه المجابهة مع الإسلام والمسلمين على كثرة عددهم وكثرة ثرواتهم وكثرة وعظمة بلادهم. ماذا تفعل هذه الدويلة أو هذا الكيان؟ أن تستعين بالأقوياء على مدى الزمان، فهي الآن مستقوية بأمريكا، بأمريكا، وأمريكا لا تخفي أنها في حلف استراتيجي مع هذا العدو. فكل الفتن في الأرض بتخطيط يهودي إسرائيلي وتنفيذ أمريكي وسائر الحلفاء، ومن بعض هذه الوسائل التي تعمد إليها هذه الدولة أو هذا الكيان أن تقيم الفتن في البلاد الإسلامية، وأن تبذل الأموال من بعض العملاء من حكام العرب والمسلمين لخدمة أغراضها. يعني بعبارة أخرى، هي تثير الفتن والحروب ولكنها لا تصرف من جيبها فلسا واحدا، بل تأمر الحكام العرب الذين رهنت عروشهم وإماراتهم عند الموساد الإسرائيلي أن يصرفوا الأموال الطائلة لإلقاء الفتن بين المسلمين وإضعافهم.